نحن عندنا قناة إن شاء الله حتطلع اليوم في الليل، وحنعطوكم إن شاء الله قبل ما تروح اليوم بإذن الله حنعطوكم التردد، وحتطلعوا مباشرة وحتردوا علي وتقولوا لي يا كذاب في وسط عينا. بسم الله، تعرفوا بيك؟ باقي السلام عليا. أمر المنطقة العسكرية صرت نام، ورئيس اللجنة العليا لتنفيذ قرارات الثوار نام. هل زيارة الكفرة زيارة رسمية ولا زيارة عادية؟ هي زيارة رسمية بتكليف من رئاسة أركان الجيش الليبي لتقييم وضع الحدود مع الدول المجاورة، حدودنا الشرقية الجنوبية. نعم. تقييمك للوضع؟ تقييمي للوضع ان حدودنا سايبة وقاعدة مفتوحة للهرابة، والناس تخش وتطلع كما تبي وتحرك براحتها، والمفروض ان ثوارنا ولا الجيش الليبي بتاعنا بأسرع ما يمكن يأمن المنطقة. كيف شفت الوضع في منطقة ربيانة؟ والله منطقة ربيانة لولا كثير من الليبيين ما يعرفوش، منطقة ربيانة فيها مشاريع زراعية هائلة جدا مقتصرة على النخيل، ومن أجود أنواع النخيل وعلى المانجا وعلى الزيتون، والمشاريع هذينا شبه مهمولة. ومنطقة ربيانة منطقة صغيرة فيها نسبة سكان لاباس بها تعدى من 1000 إلى 3000، فيهم اللي قاعد وفيهم اللي هجر وفيهم اللي سيب ربيانة أحداث أثناء الأحداث بتاع ثورة 17 فبراير. ومنطقة فيها أطفال، فيها عائلات، فيها سكان من رعاية الليبيين داخل الحدود الليبية، ضروري ان الدولة تبين امرهم وتدير لهم اللازم عليه اي دولة تجاه رعاية بدون اي تمييز. الوضع في العوينات والسارة؟ لا شيء، العوينات والسارة لا شيء، ما فيش خالية من اي مقومات للتهريب او لمكافحة التهريب او لاستقرار امننا وأمن ليبيا من ناحية الجنوب. شنو الحل؟ لا إله إلا الله، ما فيش حل وما فيهاش حل. نحن بنحاول نكون واضحين وشفافين. الحل هو تبعيد الجيش، وكيف ما قرروا الثوار في مؤتمراتهم الأخيرة أن ثوار 17 فبراير هم نواة الجيش الليبي، فالمفروض أنهم يسارعوا ثوارنا بقيادة الجيش اللي يملك الخبرة ويملك الخبرة العسكرية وخبرة التدريب في تدريب ثوارنا وتجهيزهم اللي يرغب فيهم في انه ينضم لحرس الحدود او للجيش الوطني، انهم يسرعوا في حراسة بلدهم. هناك من يقول ان تغول أزلام النظام في الضفة القسم العسكري، خاصة من كان من قاوم مع الطاغية المقبور حتى آخر لحظة، إن هم الآن موجودين في الجيش الجديد، في الجيش الوطني الجديد. ما ردك على هذا؟ في تقييم مجلس الأعلى للثوار قرروا أن نقيموا الجيش الليبي إلى 3 فئات، قاتل مع وقاتل ضد وقعمس في حوشه. والجيش الليبي توا اللي طالبين ان هو يتكون ويصبع كريم جديد، وفيه جزء من الثوار وفيه جزء من الناس اللي قاعدة في حوشة وفيه جزء من الناس اللي كانت قاتل في الثوار في بداية الامر، وتوا كما يقولوا هم ولاهم لليبيا وليس لشخص. ولكن
الامور هذه ضروري ان يصفن، يعني ان ليبيا ولاده وفيها قدرات كبيره جدا 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 من ضباط ومن قيادات ان هي تمسك زمام الامور، ولكن ممكن لتجاهل رئيس الاركان او وزاره الدفاع لمثل هذه الشخصيات من الازلام او من يسمى بالطحالب، لكن مع الوقت ان شاء الله حيتم تصفيته. نعم. بخصوص البنيه التحتيه للجيش في كفر، هل قيمت الاوضاع؟ هو نحن ما زلنا درنا جيش باش نقيموا البنيه اللي موجوده بالمعسكرات، الامور زي هذه، المدار العسكري، الامور هذه هي الامور تو بالنسبه للوضع ليبيا كلها واحد، اللي ما دمرش في الحرب سرق ونهب وسرق. ليبيا كلها مباح، ليش نحن نقولوا الجيش ونبوا الشرطه ونبوا الامن ونبوا، لان ليبيا كلها معسكراتنا كلنا، وين المعسكر الناجي حتى اللي ما تعرضش للقتال ولا القصف ولا كذا سلب حتى ابوابه وشبابيكه والحاجات. فنبوا بنيه تحتيه ونبوا صيانه معسكرات ونبوا تدريب شبابنا وثوارنا، التدريب العسكري الصحيح باش فعلا لان الدوله محتاجتهم وبالوجه الصراحة. تقييمك لفكرة إنشاء لواء درع ليبيا؟ قوة استعانت بها رئيس الأركان والدولة، لأنهم هم ثوارنا وهم أبنائنا اللي موجودين في الساحات اللي كانوا يقاتلوا في وقت القتال، نبغوا نحاولوا أن نتساهم القوة هذه ذاتها في ثورة البناء اللي نحن توا في صددها، على الأقل لتأمين البلاد باش على الاقل يستتب الامن فيها، باش نقدروا نبنوا، باش نقدروا نعمروا، باش نصلحوا اللي كسرناه. فهذه قوه كانت في متناول اليد، يعني الاقرب للدوله، وهي القوه الحقيقيه على الارض. فبنحاول نسخروا القوه هذه لنحملوها مسؤوليه البناء كيف ما تحملت هي مسؤوليه الجهات. السؤال اللي عندي الان، لواء قوات درع ليبيا 90 يوم في الكفرة الآن لم تصرف لها مرتبات، كيف يقدر، كيف يعني هذه علامة استفهام، كيف نقدر كيف ان الناس تشتغل موجودة في الصحراء وهم ناس ما همش مثلا تعيين صحراء، يعني ما همش متعودين على الجو هذا، نلقى 90 يوم من غير مرتب، كيف تقدر نلايم الشيء هذا؟ أنا نعرف أن درع ليبيا كلفات وزارة الدفاع صحيح، والامور الاداريه بالنسبه لوزاره الدفاع لا املك اجابه عليها، لان ما لكن لو من رئاسه الاركان لو جبت لك منها اجابه. نعم. الان هو تبعيه رئاسه الاركان بصراحه، لكن انت شنو تقول للشباب المظلوم؟ من؟ شباب درع ليبيا شنو تقول؟ هم شباب درع ليبيا تواجدهم انا بمخض ارادتهم قبل تكلفهم الدوله. الاحداث اللي صارت في الكفره اللي فزعت فيها ليبيا كلها، مش درع ليبيا كلها، اي ليبي لما سمع ان فيه اعتداء خارجي وان فيه احتلال تعرض لليبيا كلها فزعت وكلها هبت للقتال. انا اللي من فيه كلمه منك للشباب الثوار انهم يثبتوا ويشوفوا اعمالهم ما يرضي الله، لانني نشوف في بعض الانتهاكات يكون مسؤوليات شخصيه لافراد تدل على اخلاقهم الشخصية وعلي، لكن ما يمنعش ان في اختراقات وفي موجودة في ناس غير مسؤولة ترتكب اخطاء لكن تحسب على درع ليبيا، لكن هي انا متأكد دي التمست ان انا اخطاء شخصية، يعني ما لهاش علاقة بالدرع كدرع، والاخطاء هذينا كيف ما موجودات في درع ليبيا موجودات في الجيش موجودات في الشرطة موجودات، لان في اجسام فعلا غير مسؤولة، خاصة في ظل الثورة اللي غير منظمة، إن الثورات عادة غير منظمة، وعادة أي ثورة تصحبها ثورة بناء، ثورة تنظيم، ثورة بناء وقادة قبل الجنود، وهذه المرحلة قاعدة تمر فيها ليبيا، لكن احنا ليبيا شباب ليبيا دائما مستعجلين، حتى في إحراز نصرهم كانوا مستعجلين، فالاستعجال في الوقت البناء القتال، الاستعجال في القتال ممكن يكون ميزة، لكن في البناء بالتأكيد حيكون خطأ، لأن أي حاجة تبنى باستعجال حتكون غير صحيحة. إذا كان ما درستش علميا وتم دراستها علميا
وكانت فيها وجهة نظر بعيدة، كلمة تكون وجهة نظر أبعد كلمة يكون في دراسة أحسن. هل في رأيك أن بالنسبة لموضوع الحدود هل هيكون في حل قريب؟ أكيد أي غيرة أو أي ليبي عنده غيرة على ليبيا هيستجيب لنداء ليبيا وفي تأمينه من الخارج ومن الداخل، وهذه في المعتاد أنها حتكون وظيفة الجيش ومهمة الجيش، لأنه هو اللي زي حرس حدود زي هو أهل الخبرة في المجال هذا. ممكن نمشي بعيد شوية نوصل عند سرت، شنو وضع مدينة سرت؟ كويس. كيف جاوب الناس؟ والله أنا نعتبر وضع سرت خيرة مدن ليبيا أمنيا والناس مستقرة ومستسلمة للوضع اللي كيف ما فهمتك، الولاء توا لليبيا وليس لأفراد، فالشخص اللي كانوا يكنوا له الوفاء ألهمنا الله سبحانه وتعالى النصر وقضينا عليه رسم نظام، فتوا ما كلهم يعني من تحكم ما نحكوش على قبيلة معينة، ولكن نحكوا حتى على الجيوش اللي كانت تقاوم في الثوار، مجرد سقوط الطاغية ووقف القتال وقاعدين ينتظروا في الثورة الجديدة هذه الثورة 17 فبراير كيف تنظر لهم، هل تنظر لهم إذا كان أما قذافة فأما قذافة مثلا على سبيل المثال قذافة قبل محمد وبعد محمد، القبائل اللي كانت موالية زي مثلا بلوليد والله كنا المنظر كان دولة يعني، وكانت كلها تتمنى أن هي تلغي النظام وتستحوذ عليه تماما وكروس كلها وضعها، لكن المجموعة اللي كانت مضطهدة وكانت مهمشة كانت أكثر من اللي كانت موالية للنظام واللي كانت مظلومة، ولهذا ربي سبحانه وتعالى نصر الحق أخي، رغم أن إمكانيات الناس اللي كانت موالية للنظام أكبر وأكبر واجد. سؤال، هل شوه أشباه الثوار ما قام به الثوار المحاربون حقيقيين؟ لا هم أشباه الثوار، مفيش حاجة اسمها أشباه الثوار. والافعال اللي هي مع الافعال المسيئه اللي ينسبوا فيها للثوار، نحن قلنا ان ثوره 17 فبراير كانت ثوره قتال واندفعت فيها فاتوره باهظه جدا، توا اشباه الثوار اللي تحكي عليهم انت تسميه غلط، اشباه الثوار المفروض انهم هم يسموا ثوار البناء، مهمه القتال كانت مهمه ناس عسكريين قادرين على القتال، مش اي حد يقاتل، في ناس ما تحبش حتى منظر الدم، في ناس ما تحبش الصوت المزعج والانفجارات وكذا، في ناس مش مقتنعة بالحرب مثلا، لكن ليبيا مسؤولية الجميع كلها تبي تبني بناء، ليش قلت لك ترفق الثورة هذه ثورة البناء؟ لأن ليبيا بتاعنا كلنا، قتال ممكن كان كنا منقسمين فريقين مع وضد، لكن تو بناخذوا صف واحد نحن من أجل البناء، فما الأشباه الثوار اللي تحكي عليهم أنت هذوما ممكن كانوا الناس اللي قاتلوا مع كتائب والله من الناس اللي قامت في عشانهم والله من الناس اللي ما هيش قادرة على حمل السلاح، لكن قادرة على بناء ليبيا من مجالاتها هي اللي زي حضرتك مثلا أنت صحفي ممكن تحمل الكاميرا تحمل القلم وتخش لساحات القتال لكن ما تقدرش تحمل البندقية، فكل واحد له دور في المجتمع، نحترم أنفسنا ونحترم أدوار الناس وما تجاهلوش أشباه الثوار والله أين كنت والله أين الأيام ونحن نقاتل وين كنت وأنت وين كنت، كلام هذا حيحز في النفس وحينتج عنا احتقان وكره في الشارع، وحتى الناس في بعضها من ثوار من أشباه، تو أنت إيش رأيك في الأزلام والله في الطحال التسميات الجديدة مثلا؟ أزلام شو معناها؟ احنا ذيوب، اذا كان انت قطعت الراس هل ما زال في ذيب؟ اذا كان انت احنا لو قلنا من الان من اللي واقف حجر عثر في امام بناء ليبيا بشكل صحيح؟ عدم التنسيق وعدم التفاهم وعدم سيطرة الدولة على شعبها، طول الخلافات من الناس كلها خايفة، حتى اللي كانوا يقاتلوا مع معمر والله كانوا موالين لمعمر كانوا خايفين من الوضع الجديد كيف بيعملهم، كيف يبوي هل مستعدة الدولة أن هي تحتويهم كمواطنين ليبيين وتعقبهم كل على كل قدير وقدرة، اللي مرتكب جريمة اغتصاب ما ترضيش ربي هذا ظلو ياخذ عقاب، اللي قاتل ناس عزل من السلاح مثل أسرة والله ناس تصفيات هذا ظلو ياخذ عقابه،
لكن الناس اللي قاتلت مع ولي الامر في ذاك الوقت مع الدعايه والاعلان المبهم، وحتى الراجل طف عليه مضي يجي 3 شهور ما شافوش التلفزيون. وهذه بشهادتنا نحن الثوار اللي كنا المنطقه اللي خشوها، يقولوا نحن متوقعين معكم فرنسيس، معكم قطريين، معكم انتم قالوا تذبحوا وتسرقوا وتاخذوا في السبايا وتاخذوا في كل شيء مباح قدامكم. عاد سالنا شو شفتوا انتم؟ قالوا شفنا عيالنا اللي يعطوا في الامان ويامنوا في الناس ويحاولوا. درتنا ان نحن عندنا هدف معين بس هو اسقاط النظام. زيحوا انتم من طريقنا وتفضل. في لقون كتبوا معمر الواقع قدامنا، اذا كان عدتونا الامان لعيالنا وناسنا وصبياننا وحماتنا فضلوا راس النظام قدامك غالي بسرتوا عدوا. لما لقوا الامان والامن فعلا في زي منطقه هراوه، منطقه هراوه ما طلعش فيها طلقه دم ولا قطره دم ولله الحمد ولا طلقه رصاص. لما حالوا بينه وبين هدفنا اللي نبوه حالنا ما بتزيدوا عليه، خشينا نحن على هدفنا. فهذا كان عندنا هدف كثوار وحققنا هدفنا ونصرنا ربي سبحانه وتعالى. الليبيين اذا كان فعلا عندهم نيه انهم هم يعمروا بلادهم ويبنوها صح لكل شيء وكل باب مفتاح، اول حاجه يفكروا فيها يساووا الوضع ويصلحوا من بين الذات. يعني مفتاح الصلاح او مفتاح الصلاح والعمار هو الصلح. اذا كان ما تم صلح انت كيف تبي تبني وكيف تبي تعمر وقاعد مازال ما عندكش فيه ثقه في جارك وثقه في اللي في الناس اللي كان معك. والله كان ما نسينا ان احنا كنا جيش واحد وكنا شعب واحد وعاداتنا وتقاليدنا وحده، واللي نبوه يعني حاجه سهله مش هذيك الصعب. اذا كان ما تم صلاح ولا يمكن يتم مصلح. نصيحة الليبيين وخاصة أخوتنا الثوار، ربي أكرمكم بالنصر مش تبوا أخرى. راس أنتم خليتوا راس الهمة راس النظام، شو ما زلت تبوا أخرى. إذا كان ثورة 17 فبراير صارت باش ترفع الظلم، معناته بترفع الظلم، لكن تبي تنقل الظلم من جهة لجهة معناه ماهيش ثورة منصفة. إذا كان هي ثورة بناء حق وثورة تبي ثورة قانون وثورة مؤسسات وثورة تمتع فعلا بخيرها اللي انت بتقولوا دائما نحن افقر شعب واغنى دولة، هذه فرصتكم يا خير بلادكم. لكن الخلاف كما هذا وخلاف الثوار والشباب هذا راهو من صالح ناس اخرى اللي هم الناس اللي قاعدة تغرف وانت ما تدريش اي حد. انتبهوا لبلادكم، انتبهوا لحكوماتكم، انتبهوا للشعب في نفسه في حاله. راه في خطه كانت كان يخطب فيها الطاغيه حتى هو ميت يحارب فيك. تو فعلا حتى هو ميت قاعد يحارب فيك. ليش في فتن بين القبائل؟ اذا كان ثورة 17 فبراير رفعت الظلم، ارجو ان هي ما تقاش على ناس اخرى، وارجو ان يسعى الشعب للمصالحه لان هي مفتاح للصلاح. هل المحاسبه قبل المصالحه؟ من اجرم في حق الليبيين؟ انت اول حاجه قبل تحاسب من اللي بيحاسب؟ من اللي بيحاسب؟ بتفعيل القضاء. قضاء فعل قضاء كنت الاول. ومن الذي يفعل القضاء؟ فعل قضاء الدوله، الجيش اللي يحمي الامان للقضاء وللشرطه هذا اول واحد ساره بتفعيله. لان الدوله من غير جيش معناها دوله من غير قوه. من اللي اخر في تفعيل الجيش؟ لان الناس مازال مش مقتنعه. الثوار قاعدين مازالوا يقولون احنا شفنا من الجيش. الجيش كان يقاتل فينا، لكن نصور الجزء الاخر من الجيش اللي كان يقود فيهم في المعارك ضد الطاغيه. بس افندي صلاح فيه كانت ملاحظه عندي حكم اني كنت في الجبهات ان كانوا الجيش ما يقولوش ان احنا من الجيش. في بدايه الثوره. في بدايه الثوره. كانوا افراد الجيش مجموعات كبيره ما يقولوش انهم من الجيش، كان يعلموا في الثوار. كان يعلموا في الثوار. انت نمت معيش في الجبهات، انت قبل عبد الفتاح حضرت الشهيد عبد الفتاح يونس ولا؟ حضرت. هذا مش كان من الجيش الليبي؟ اني لا قصدي هو الاجماع اصلا الجيش في الجبهه. انا معك بس كانت في حاجه في بدايه في شهر 3 في 2011 لما كنا في راس العنوف، كنا من بريقة من الجابي ربو بريقة. انا من 17 فبراير وانا قلت للناس وعارفين من الجيش. تمام.
لكن فيه ناس واجده احتكيت بيهم من بعد انه يوثق فيك يقول لك انه هو في الكتيبه الفلانيه او في السريه الفلانيه، وتلقاه هو عنده خبره وعنده انه هو يعلم في الثوار على السلاح ويوري فيهم كيف تصين هذه وكيف ترمي هذه وكيف تدخر هذه، وبعد ايش باش يقول لك انه هو في الجيش، لكن ما يقولهاش لك من الاول. شنو السبب كان في البدايه؟ ما اعتقدش ان انا ما حسيتش بيه، انا شخصيا ما حسيتش بيه، بالعكس ثوارنا يفرحوا اذا كان في قيادات عسكريه باش يعلمهم، باش هم اصلا عليه الجو باش يعلمهم السلاح والتركيب اللي عارفينه عسكري وفات. لا انا احكي شبابنا في الله في الله في الله في الله في الله في الجبهات، ما اللي علم تفيدي جايب لي. انا نتذكر موقف طريف جدا جدا، والله نتذكر واحد من ثوارنا جايب لي سبطانه 14 ونص وقال لي هذه كيف تستعملوه؟ يسحبها سلاح كامل سبطانه نتاع 14 ونص، لكن بعد ما تعلموا تفننوا اخرى يعني غير نفذوا اللي تعلموا زادوا تفنن فيه. الدبابات انت من كان يتخيل نفسه ان يقود دبابه؟ وكان ما قلتوش ضباط الصف والضباط اللي كانوا في الجيش باش يعلموك كيف تقود الدبابه وكيف تولعها وكيف توجهها كيف تعرف. وكيف تعرف حتى كيف تستعمل المدفع نتاعها ولا اذا كان معلمك ذو اختصاص يعني. فما تجهلوش الجيش حتى من احتياط. حتى من الناس اللي كانوا مبطلين وردوا، حتى من الناس اللي كانوا ممكن مطرودين حتى من الجيش. في اللي راهو مش مقتنع بالثوره، لكن مقتنع ان لما ذبحوا الشباب وانتهكت الحرمات في مغازي لقى روحه غصب عنا يبي يصبي، وهذا كان من باب النخوه ومن باب الشهامه من جيشنا بدون اي تكليف. في اللي توا مازال قاعد يزاول في عمله مش واخد مرتب لانه خارج الخدمه. ومازال بيساهم في ثورة البناء، مش لأنه يبي ماديات، لا لأنه يبي عياله يعيشوا بكرة أفضل من ما هو عاش. الأخير صلاح عندك حاجة أخيرة تفهمها؟ ربي يهديك إن شاء الله في يد الجميع، لكن اللي نوصيك به ليبيا. ليبيا بدون تجزيء، شرقي ولا غربي، لا فدرالي لا برقة لا طرابلس لا سبا، قصة هنا يزعج فينا وجد. نحن نبو ليبيا وحده. كيف ما اتحمتوا انتم في ثورتكم هذه في بنغازي، قامت الثوره في 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 مصراتة وفي الزاويه وفي زنتان، اول ما نظرت ناضوا غادي ناضوا اللي قتل شبابنا بنغازي، مش دي ثوره. فكيف توا نبو من النعمه اللي اعطانا ربي من تلاحم من تواد، وثبتنا ليبيا ان احنا الجسم الواحد اللي ما لا يقبل القسمة حتى عليه نفسه. كيف توا نبو نحاربوا بعضنا ونديروا حدودي هنا وحدود كنكاي وانت مهمشني وانا مت صراع، راهو يستغلوا ناس اخرى في ممكن حتى سياسات اللي افتقار ليبيا، في سياسات كانت خارجيه داخله عليك ما انتبهوا لها جيدا، انتبهوا للنزاعات القبليه، ما تخلوش الفتن هذينا تغلغل وتزيد فيكم، وديما الروح الساخنه تاع الشباب. احترموا الحكماء، احترموا الناس ذو الحكمه وذو الخبره في تسيير الامور. عاده هذين ديما عند ناس اكبر منكم سنا، لكن الشباب معروف عليهم سرعه الانفعال، سرعه ما نشحدوش نحن وضعهم، لكن الفتره هذه فتره العقل اكثر من القوه. اخر حاجه بخصوص التهميش، رسالتك للمجلس الانتقالي والحكومه. نعم. بخصوص التهميش، رسالتك للمجلس الانتقالي والحكومه، وبخصوص المساواه يعني بين الناس. اسمع يا عمي، انا اقول لك اي حاجه، انت ما اعطيتهم فرصه المجلس الانتقالي ولا الحكومه، انا مش بشغلهم كويس. انا اليوم اللي انا حتى من خلال مؤتمر اللجنه العليا لتنفيذ قرارات الثوار، لما نناقشوا في الوزارات ولا في رئيس الوزراء ولا في السيد المستشار مصطفى عبد الجليل، الناس ما لهاتش في البناء ولا لهات بانه يتغير من الاحسن، كل ما بيفكروا يشتغلوا ويبنوا يلقوا اعتصامات، يلقوا احتجاجات، يلقوا هجموا عليهم في مقر رئيس الوزراء، هجموا عليهم في مقر المجلس الانتقالي. اذا كان الدوله ما احترمتش وما كانش لها كيان، وخاصة الناس القادة هذوما كيف بيشتغلوا؟ كيف بيشتغل في مكتبة ومتوقع أن الثوار بيقتحموا عليه مكتبة وبيدروله وإلى آخره. التفعيل بالنسبة للثوار، ثوارنا توا اللي نبين نصيحة للثوار، يخلوا الناس تشتغل لكن يفعلوا جهازين، جهاز رقابة وجهاز تفتيش.
جاهزين هذين ضلوا يتفاعل. راقب الدولة بتاعك، راقب المسؤولين، راقبه. ما فيش بس انك انت تشوف شغلة هل هو صحيح، هل هو جيد او سيء، هل هو سارق ام لا، تبين مضيعك شكله. اللجنة هذه ضروري انها تكون لها صلاحيات ان هي تاخذ حتى اجراءات ضد الناس اللي تسرق، ولا ضد الناس المتسيبة، ولا ضد الناس اللي تحاول ان هي تعيق البناء مش تقوم به. فضروري من كيف تعرف السلبيات هذين بدون رقابة بدون تفتيش. انصح ثوار ومجلس الاعلى ثوار ليبيا بالذات ان هو يفعلوا ويسهروا بتفعيل جهاز تفتيش ورقابة لجميع مؤسسات الدولة، من جيش ومن مؤسسات مدنية. وبين في حاجة أخرى بنوضحها للليبيا كلها، بالنسبة للجيش مش حنرتكبوا أخطائنا لولا أن يكون ولاه لشخص أو ولاه لرئيس أو ولاه ل ولا الشيخ. الجيش حيكون للدولة، الجيش حيكون عنده مهمتين رئيسيات. مهمته الأولى هي الدفاع لليبيا من أي اعتداء خارجي، مهمته الثانية حماية الشعب ولو حتى ضد حكومته. هذه مهمة الجيش، وهذه المهمة اللي يجب يعرفوها الليبيين كلهم للجيش. وحماية الدستور اللي هو حماية واجب الليبيين كلهم مدني وعسكري، حماية الدستور. لكن الجيش مهمته مش حتطلع من قسم من شقين فقط، هو حماية الدولة وحماية الشعب. نعم، بارك الله فيك جميعا. سمحنا فما تقلقوش من الجيش لأنه هو معكم مش عليكم.